العجل باش نطيبها غدوة باش تكون عجل بمواصفات عالمية. عجل بالبصل، البصل ما فماش خير من البصل، غير احنا نحبو نغطيو الحقيقة، فهمتني؟ باش تكون عجل بالمرقاز، ما فماش خير من المرقاز. اما شوف انت عندك المرقاز وانت عندك الطماطم، معنا زوز نفس المكونات الروح، اما المشكلة في الروح في النفس. غدوة عجل بنفس عالمي، غدوة عجل بعمركم ما ذقتوها، وبشكون بقدرة ربي معناها العجل متاعي أنا قدرة ربي بيشتغزوا الأسواق العالمية وشجاج على السياحة التونسية. بماذا ترد جعفر؟ يعني حقيقة شكرا للأستاذ، شغل الأستاذ يعني هو يقول اللي يحب يعني، ولكن يعني العجة المقترحة احنا يعني كمجلس يعني العجة لن تكون بالبصل، يعني البصل احنا يعني مو ضد البصل، نحترم البصل، نقدر البصل، هذا البصل يعني موجود، لا ننفي وجود البصل، ولكن لا وجود له يعني البصل لا وجود له يعني في عجتنا. يعني ان شاء الله بكره راح نشوف العجه بالهريس العربي، يعني عم دافع على كل يعني مبادئ القيم العربي والجواد العربي والكلب العربي حشراتهم والكياس والقصة العربي والهريس العربي ان شاء الله. يعني وراح تشوفون لاول مره يعني في العالم المرقاز، هذا يعني العجه بالمرقاز، يعني والعظمه يعني ستتراوح بين المروبه والطايبه. حاره حاره ولا دونك نفكروا بالاتشيف اللي عندنا غدوه. نعم. سعود ابو زيدان هو عبد البسط. عبد البسط. الله الله الله.